السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله وبما أنه موسم التين أو الكرموس كما نسميه في المغرب، فسنقوم بتحضير مربى التين. بالنسبة للمكونات سنحتاج إلى كيلوغرام من مربى التين، سواء كان هذا النوع الأسود أو الآخر الأخضر، نصف ليمونة حامضة، ثم نصف كيلوغرام من السكر، السكر سنيدة أو السكر الخشن. نمر الآن لطريقة تحضير هذا المربى. بسم الله على بركة الله. أولا سنقوم بتقسيم التين سواء إلى 4 أقسام هكذا أو فقط نكتفي بتقسيمه إلى قسمين بهذا الشكل، يعني الاختيار يبقى لكم. ثم على بركة الله نضع التين مع السكر. إذا أردتم إزالة القشرة من التين فقوموا بإزالتها، يعني الاختيار يبقى لكم، كما يمكن إزالة نصف القشرة ونترك النصف الآخر. ثم نقوم بإضافة عصير نصف ليمونة حامضة، ثم نمزج التين مع السكر جيدا. إذن بعد أن قمنا بمزج التين مع السكر جيدا كما تلاحظون هنا، نغطي الإناء ثم نضعه في الثلاجة ونتركه لمدة ليلة كاملة أو 6 ساعات. إذن بعد مرور الليلة كاملة نلاحظ كيف أصبح شكل التين هكذا. بسم الله على بركة الله. نضعه الآن في طنجرة ثم نضعه فوق نار هادئة، وعندما يبدأ بالغليان نقوم بتحريكه من حين لآخر لكي لا يلتصق بقاع الآنية. عندما يصبح بهذا الشكل نعرف أنه جاهز، وللتأكد نأخذ كمية منه ونضعها في إناء ونتركها إلى أن تصبح باردة. وبعد أن تبرد كما تلاحظون هنا أصبحت أكثر متماسكة، إذن أصبح جاهز. نأخذ قنينة نظيفة أو قنينة صغيرة ثم نضع فيها هذا المربى. إذا أردتم الاحتفاظ به لمدة طويلة مثلا سنة كاملة فقوموا بتعقيم القنينة عبر وضعها في ماء مغلي. نغلق العلبة بإحكام ونحتفظ بها في الثلاجة. إذن متابعينا الكرام، ها هو شكل المربى النهائي. أتمنى أن يعجبكم وأن تجربوه بما أن هذا هو موسم التين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو لكي تتوصلوا بكل جديد إلى وصفة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.